يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكرنا فيما مضى أن هذه الرسالة موضوعها إبراز أو إيضاح الصراع الحضاري الذي بين الإسلام وبين الغرب النصراني، وكيف يعني وما هي الوسائل التي استخدمها هذا الغرب في يعني القضاء على الإسلام وأن تصير أمة الإسلام إلى ما صارت إليه من الغزو العسكري أولا، تمثل في الحروب الصليبية، ثم بعد ذلك في الغزو الفكري الذي تمثل في الاستشراق. ولعل سائلا يسأل يعني طب ما علاقة هذا الكلام الذي نقرأه في مقدمة هذه الرسالة بمثل هذه الأمور، غزو الفكري والغزو العسكري، ما علاقة هذا بالمنهج ومنهج التذوق وما قبل المنهج والمنهج؟ العلاقة إن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمود شاكر، أراد أن يبين لك أنك في هذه الرسالة ستقرأ تاريخ هذه المراحل التي مرت بها أمة الإسلام بأسلوب غير الأسلوب الذي انتشر في مثل هذه الكتابات. في كتابات التاريخ لن تقرأ تاريخا يحكي هذه المراحل من الصراع الحضاري كما كتب الشيخ محمود شاكر. لماذا؟ لأن الشيخ محمود شاكر كان يطبق في كتابته وفي قراءته منهجه الذي وصل إليه، وهو منهج التذوق، ولذلك أبان لك عن منهجه أولا وطبق هذا المنهج في الكلام الذي سيذكره بعد ذلك من الغزو الفكري والغزو الايه والغزو العسكري. فالكلام يختلف عن أي كلام ذكره مؤرخ من المؤرخين في هذا الزمان. يعني اسمع إلى الشيخ وهو يقول: لا تحسب أني قد فارقت منهجي وأغفلته مدة 40 سنة ونيف، ولا تقل أنت الملوم، فلما توانيت ونكست وتثاقلت فلم تنصر منهجك ولا بينته للناس. فأقول لك إن كنت ممن يريد أن يعرف، أما الذي لا يريد أن يعرف فليس بيني وبينه عمل. إن منهجي في تذوق الكلام شعرا ونثرا وأخبارا تروى وبيانا عن علم مستخرج، وكلاما قاله الناس في الأمس البعيد، وكلاما يقوله الناس في هذا اليوم القريب، منهج متراحب متشعب الأنحاء كما حدثتك آنفا، وهو مطبق تطبيقا بينا في كل ما كتبه هذا القلم الذي أكتب به الآن إليك، وهو مطبق تطبيقا بينا في كل ما كتبه هذا القلم الذي أكتب به الآن إليك. مطبق هذا المنهج في مقالاتي التي نشرتها في الصحف والمجلات قديما وحديثا، سواء كان ما كتبته بحثا أو نقدا أو تعبيرا عن ذات نفسي في كل منحى من مناحي القول والبيان، أو تعليقا على أصول الكتب القديمة التي نشرتها وخرجت للناس. وإن شئت أن تعلم فاعلم أنك واجد منهجي في تذوق الكلام في مقالاتي القديمة والحديثة التي لم أنشرها بعد في كتاب يقرأ اليوم، وأنت واجده أيضا في كتابي أباطيل وأسمار، وكتابي برنامج طبقات فحول الشعراء، وأنت واجده أيضا ظاهرا يلوح في قراءتي وشرحي لكتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، وفي قراءتي وتعليقي على كتاب جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار، وفي مواضع كثيرة جدا متفرقة
في قراءتي وتعليقي لكتاب أبي جعفر الطبري في تفسير القرآن وفي سائر ما كتب الله لي أن أنشره من الكتب، بل أنت واجده ساطعا كل السطوع في ديوان القوس العذراء، حيث تجد 23 بيتا قالها الشماخ الشاعر في قصيدته الزائية التي وصف فيها قوسا وقواسها الذي صنعها بيديه وسواها حتى استوت، ففتن بحبها قواسها هذا وانطوى قلبه على الضن بها، ثم دعاه داعي الحج فأسمعه فانطلق خارجا من باديته فوافى بها أهل المواسم، فانبرى لقوسه هذه تاجر غني شديد المكر والدهاء، فساومه بها فأطال المساومة قواس فقير بائس وغني مليء ماكر حلو اللفظ واللسان، فاغتره بالمال والغنى حتى ذهل بفقره عن نفسه وهواه، وفي غمرة ذهوله أسلم له قوسه وقبض المال ولم يكد حتى استفاق، وتلفت فلم يجد قوسه وحشاشة نفسه، ولم تقع عينه على هذا التاجر الذي انقض على قوسه كالعقاب الكاسر وطار بها حيث لا يرى، فأجهش البائس المسكين بالبكاء ونظر إلى المال الذي في يديه وفاضت العين عبرة وسقط في هاوية الأحزان، وتساقطت نفسه بعد فراقها حسرات، وفي الصدر حزاز من الوجد حامز. كنت قديما قد تذوقت فيما أتذوق من الشعر العربي بيانا حافلا غزيرا في أبيات الشماخ 23، تذوقتها غائصا في أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها ونظمها، بل غصت تحت تيار معانيها الظاهرة وفي أعماق أحرفها وفي أنغام جرسها وفي خفقات نبضها وفي دفقها السارب المتغلغل تحت أطباقها، فأثرت بهذا التذوق دفائن نظمها ولفظها، واستدرجت خباياها المتحجبة من مكامنها، وأمطت اللسام عن أخفى أسرارها المكتمة وأغمض سرائرها المغيبة، حتى صرت كأني أقرأ قصة طويلة في كتاب منشور، ومضت السنون الطوال حتى كدت أنساها، ثم جاء يوم أذكرني هذه القصة الطويلة فانبعثت فجأة من مرقدها، وانبعثت أنا أقص قصة القوس وقواسها، وكما كانت أفضت إلي به أبيات الشماخ كما كانت، فانبعثت فجأة من مرقدها، وانبعثت أنا أقص قصة القوس وقواسها كما كانت أفضت إلي به أبيات الشماخ، وضمنتها قصيدة تزيد على 300 بيت كل ما فيها نبيثة مستخرجة من بيان أبيات الشماخ ومن ركاز نظمها وكلماتها، بلا استكراه لقصة أو معنى أو صورة. الركاز كنز مدفون في باطن الثرى في معدنه، والمعدن هو الذي نسميه اليوم المنجم، كمنجم الذهب والفضة وغيرهما من كنوز الأرض كريمها وخسيسها. فهذا كما ترى منهج متشعب مطبق على أصناف الكلام العربي قراءة له أو بيانا عنه، وببديهة العقل لم يكن من عملي ولا هو من عمل أي كاتب مبين عن نفسه أن يبدأ أول كل شيء فيفيض في شرح منهجه في القراءة والكتابة، وإلا يفعل كان مقصرا تقصيرا لا يقبل منه بل يرد عليه، ثم يكتب بعد ذلك ما يكتب ليقول للناس هذا هو منهجي وها أنا ذا قد طبقته، هذا سخف مريض غير معقول، بل عكسه هو الصحيح المعقول، وهو أن يكتب الكاتب مطبقا منهجه، وعلى القارئ والناقد أن يستشف المنهج ويتبينه محاولا استقصاء وجوهه الظاهرة والخفية مما يجده مطبقا فيما كتب الكاتب. ولكن فساد حياتنا الأدبية هو الذي يحيل العقول أحيانا
حتى تغفل عن أبسط قواعد البديهة في العقل الإنساني، وكفى بهذا فسادا وبيلا. فرغت وأسأل الله المغفرة من هذا الكلام البغيض إلي، متحدثا عن أعمالي، والذي هو شيء أوجبته الصورة كما يقول المتنبي فيما يروى عنه حين سئل عن خبر نبوته. والآن كان منهجي، يعني في هذه الفقرة هو يقول إنه طبق منهج التذوق على كل شيء قرأه وعلى كل شيء كان يكتبه، ومثل لهذا بقصيدة الشماخ التي ذكرناها في المرة الماضية. والشماخ هذا معقل بن ضرار، كان صحابيا، وله قصيدة زائية حرف الروي فيها وحرف الزاي، الذي ذكرنا أن عالم اللغة يعجز عن عد قوافي معدودات من هاء يعني على هذا الروي. الشماخ هذا في هذه القصيدة ذكر 23 بيتا تكلم فيها عن قصة قوس أخذها صاحبها من شجرة وعالجها حتى صارت قوسا، وصارت معه سنين، ثم بعد ذلك يعني جاءه تاجر غني ماكر استطاع أن يسومه على هذه القوس، فاشتراها منه وأخذ القواس المال، وكأنه كان يعني في غفلة فلم يكد يستفق حتى وجد المال في يديه، وقوسه التي يعني كانت معه مدة من الزمن وصارت بينه وبينها يعني مودة، هي قوسه التي أخذها وعالجها ويعني قضى معها مدة من الزمن، إذا به لا يجدها بين يديه، فتأثر لهذا ووجد المال. هذه القصة التي تبدو في مظهرها ساذجة، الشيخ محمود شاكر قرأها مطبقا عليها منهج التذوق، واستطاع من خلال هذه الأبيات 23 أن ينظم قصيدة أخرى سميت بالقوس العذراء. الشيخ يقول عندك لما طبق هذا المنهج على هذه الأبيات 23 مستخدما منهج التذوق، قال: فأثرت بهذا التذوق دفائن نظمها ولفظها، واستدرجت خباياها المتحجبة من مكامنها، إلى آخر ما قال. لأننا قلنا إن منهج التذوق، تذوق الكلام وتذوق الألفاظ، أن يقول واحد منا كلاما فتأخذ هذا الكلام وتجري عليه منهج التذوق، بمعنى أن تحاول من خلال خبرتك باللغة وثقافتك وأصلك الأخلاقي أن تصل إلى ما وراء هذه الألفاظ من معان قد لا تبدو إلى من يقرأها لأول مرة. هذا مراد منهج التذوق. فتحكم بعد إجراء هذا المنهج على درجة هذا الكلام من حيث البلاغة، إلى أي درجة وصل هذا الكلام، ثم بعد ذلك تصل إلى منشئ الكلام وكيف كانت حالته وكيف كان متأثرا عندما قال هذا الكلام. وهذا معنى عال جدا. شيخ محمود شاكر استطاع أن يغوص في هذه الأبيات 23 وينظر في الحالة النفسية لهذا القواس عندما باع هذه القوس التي قضى معها مدة من الزمن، وباعها بمال في غفلة بسبب هذا الغني الماكر، وفجأة لم يجد قوسه التي كان يعرفها بين يديه. استطاع الشيخ في 300 بيت، يأخذ 23 بيتا، 23 بيت تتحول إلى 300 بيت عن طريق إجراء الشيخ محمود شاكر منهج التذوق على هذه الأبيات 23. فالشيخ في هذه الفقرة يقول لك إن هذا منهج متشعب، وهو مطبق على أصناف الكلام العربي قراءة له وبيانا عنه. ثم بعد ذلك ذكر أن الأصل في المنهج أن يستنبط، يعني منهج الكاتب الأصل أن تستنبطه أنت من خلال قراءتك لكتابته، لا أن يقول لك
في البداية أنا منهجي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يكتب كما كان شائعا في الحياة التي وصفها بالحياة الأدبية الفاسدة، أن يطالب الشيخ محمود شاكر بأن يبين عن منهجه أولا ثم بعد ذلك يكتب. قال يعني عندك إن هذا، ولكن فساد حياتنا الأدبية هو الذي يحيل العقول أحيانا حتى تغفل عن أبسط قواعد البديهة في العقل الإنساني، وهي إن الإنسان عليه في مثل هذه الحالة إن الإنسان عليه أن يستنبط منهج الكاتب، لا أن يطالب الكاتب بأن يبرز منهجه ثم بعد ذلك إيه يكتب. قال والآن كان منهجي كما نشأ واستتب في نفسي، كان منهجا يحمل بطبيعة نشأته رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج لأكثر المناهج الأدبية التي كانت فاشية وغالبة وصار لها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا كما حدثتك آنفا. شيخ سامح هو يقرأ مرة هذه الرسالة قال من التذوق ألا أقول لك وأنا أقرأ الآن الفقرة واحد، يقول من التذوق ألا أقول هذا. طبعا يا إخواني عندما يعني قرأ الشيخ علينا هذه الرسالة أنا في بداية الأمر يعني شعرت بأن يعني الشيخ ما شاء الله يعني مستمتع بالقراءة وفي جو آخر، ونحن أو وأنا وأكثر الجالسين يعني شايف أن الشيخ مستمتع والله شيء جميل، لكن ما نش عارف يعني هو مستمتع بيه. أنا أحكي لكم هذه التجربة لأني على يقين بأن بعض الناس يسأل نفسه سؤالا الآن، يعني ما هذا الكلام وما الذي يعني يريد الكاتب من خلال هذا الكتاب أن يوصله إلينا. كل هذا الكلام يكفيك الآن يعني أن تجاهد نفسك وأن تتصبر حتى تصل إلى النهاية، بعدها إن شاء الله أنا على يقين أن حضرتك ستعاود قراءة هذه الرسالة مرات بروح مختلفة. ولذلك طريقة قراءة الشيخ حفظه الله تعالى لهذه الرسالة كانت قراءة يعني تشعر فيها فعلا بأن الشيخ وهو يقرأ كان يجري منهج التذوق على هذا الايه على هذا الكلام. فاصبر بارك الله فيك، لأن هذا إن شاء الله ينعكس على حياتك كلها، والله العظيم هذا المنهج الذي يتكلم عنه الشيخ ينعكس على كل حياتك، لكن اصبر وإن شاء الله بإذن الله يعني عند الصباح يحمد القوم السرى، عندما ننتهي بإذن الله ستحمد قراءتك لهذه الرسالة. كان منهجي والآن كان منهجي كما نشأ واستتب في نفسي، كان منهجا يحمل بطبيعة نشأته رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج لأكثر المناهج الأدبية التي كانت فاشية وغالبة وصار لها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا كما حدثتك آنفا. فلكي تكون على بينة مرة أخرى فاعلم قبل كل شيء أن تسميتها مناهج تجاوز شديد البعد عن الحقيقة وفساد غليظ وخلط، إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ التي تجري الآن بيننا. ولكن قد كان ما كان، فهكذا اصطلحوا على تسميتها. وقديما تناولت لفظ المنهج وحاولت البيان عنه فقلت ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بعض الإبانة، وإن كنت لا أريد به الآن مصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن، بل أريد ما قبل المنهج، أي الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه، فهذا الذي يسمى منهجا ينقسم إلى شطرين، شطر في تناول المادة وشطر في معالجة التطبيق. فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع
ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف جليا واضحا، وما هو صحيح مستبينا ظاهرا، بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع. أما شطر التطبيق فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها، باستيعاب أن أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع. أما شطر التطبيق فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها، باستيعاب أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعا هو حق موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة. وأزيدك الآن أن شطر التطبيق هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول وتتناصى الحجج، أي أن تأخذ الحجة بناصية الحجة كفعل المتصارعين، والذي تسمع فيه صليل الألسنة جهرة أو خفية، وفي حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة وبالعنف أخرى، وتختلف فيه الأنظار اختلافا ساطعا تارة وخابيا تارة أخرى، وتفترق فيه الدروب والطرق أو تتشابك وتتلاقى أو تتشابك أو تلتقي. هذه طبيعة هذا الميدان وطبيعة النازليه من العلماء والأدباء والمفكرين، وعندئذ يمكن أن ينشأ ما يسمى المناهج والمذاهب. ولكي لا تقع في الوهم والضلال، ولكي لا يغرر بك أحد من المتشدقين من أهل زماننا هذا بالثرثرة، فاعلم أن حديثي هنا هو عن الذي يسمى المنهج الأدبي على وجه التحديد، أي عن المنهج الذي يتناول الشعر والأدب بجميع أنواعه، والتاريخ وعلم الدين بفروعه المختلفة، والفلسفة بمذاهبها المتضاربة، وكل ما هو صادر عن الإنسان إبانة عن نفسه وعن جماعته، أي يتناول ثقافته المتكاملة المتحدرة إليه في تيار القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة، ووعاء ذلك كله ومستقره هو اللغة واللسان لا غير. فإياك أن تنسى ذلك، واجعله منك على ذكر أبدا. واذكر أيضا أن هذا الذي أقوله لك هاهنا عن المنهج إنما هو أصل أصيل في كل أمة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم ومواطنهم. شيخنا رحمه الله تعالى قسم المنهج إلى شطرين، قال جمع المادة والتطبيق. وشطر جمع المادة هذا يعني إذا أردنا أن نمثل له نستطيع أن نمثل بمحدث يستطيع أو يريد أن يحكم على حديث ما بالصحة أو الضعف، ويريد أن يطبق منهج التذوق، أو نريد أن نطبق منهج التذوق في مثل هذا الأمر، فنقول له أولا عليك أن تجمع المادة. جمع المادة يعني الواحد فينا إذا أراد أن يقرأ في موضوع ما أو إذا أراد أن يكتب في موضوع ما، فعليه أولا أن يجمع المادة. يجمع المادة منين؟ من مظانها. هذا هو الشطر الأول. هذا المحدث نقول له اجمع طرق الحديث الذي تريد أن تحكم إيه عليه. ومن أين تجمعه؟ تجمعه من مظانه، يعني من الكتب التي هي مرجع في هذا الباب. ثم بعد ذلك طبق أو عالج هذه المادة، معالجة المادة اللي هو الشطر الثاني اللي هو يسمى بشطر التطبيق،
أن تعالج المادة. يعني لو واحد فينا مثلا سجل موضوعا من الموضوعات في الماجستير أو في الدكتوراه قبل أن يتبع المنهج التاريخي أو أن يتبع المنهج الوصفي أو المنهج أو من أي منهج من المناهج في الدراسة، عليه أولا أن يجمع مادته، ثم بعد ذلك يطبق المنهج الذي يريده على هذه الإيه؟ على هذه المادة. فلذلك عندك قال: فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، يعني تستقرئ تستوعب، يعني لا تترك طريقا من الطرق التي جاء بها هذا الحديث دون أن تأتي به. ثم تصنيف هذا المجموع، يعني تصنف، ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف جليا واضحا وما هو صحيح مستبينا ظاهرا بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع. شطر التطبيق ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها باستيعاب أيضا إلى آخر كلام. يبقى عندنا شطر ليه؟ جمع المادة، وعندنا شطر ليه؟ شطر التطبيق. ولذلك يقول يعني أحد المتخصصين في كتابة أو في دراسة تراث الشيخ محمود شاكر، يعني مبينا لهذه الجزئية، يقول: لا يجوز لمجتهد أن ينظر في مسألة حتى يحشد بين يديه أدلتها ويجمع كل ما في بابها، كما لا ينبغي لمشتغل بالحديث أن يحكم على حديث صحة أو ضعفا حتى يجمع طرقه التي تنطق بخلوه من العلة والشذوذ. أظن بهذه الأمثلة يكون المعنى قد يعني وضح إلى حد ما. وإذن فكيف نشأ الخلاف، ولما نشأ الخلاف بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة؟ كانت ولا تزال في حياتنا الأدبية، حتى رفضتها رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج. منذ بدأت قديما أحس إحساسا مبهما أن حياتنا الأدبية حياة فاسدة من كل وجه، كما حدثتك آنفا. فأنا الآن مجيبك عن هذا السؤال بإيجاز جامع على طوله، فإن هذا الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة الأدبية قد أفضى بي، كما حدثتك في الفقرات الثلاث الأول، إلى إعادة قراءة الشعر العربي كله أولا، ثم قراءة ما يقع تحت يدي من هذا الإرث العظيم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وأصول دين وملل ونحل، إلى بحر زاخر من الأدب والنقد والبلاغة والنحو واللغة، حتى قرأت الفلسفة القديمة والحساب القديم والجغرافية القديمة وكتب النجوم وصور الكواكب والطب القديم ومفردات الأدوية، وحتى قرأت البيزرة والبيطرة والفراسة، بل كل ما استطعت أن أقف عليه بحمد الله سبحانه قرأت ما تيسر لي منه، لا للتمكن من هذه العلوم المختلفة، بل لكي ألاحظ وأتبين وأزيح الثرى عن الخبيء والمدفون. تبين لي يومئذ تبينا واضحا أن شطري المنهج المادة والتطبيق كما وصفتهما لك في أول هذه الفقرة مكتملان اكتمالا مذهلا يحير العقل منذ أولية هذه الأمة العربية المسلمة صاحبة اللسان العربي، ثم يزدادان اتساعا واكتمالا وتنوعا على مر السنين وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم وفن. وأقول لك غير متردد إن الذي كان عندهم من ذلك لم يكن قط عند أمة سابقة من الأمم حتى اليونان. وأكاد أقول لك غير متردد أيضا إنهم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته الثقافة الأوروبية الحاضرة اليوم، وهي في قمة مجدها وازدهارها وسطوتها على العلم والمعرفة. كنت أستشف شطري المنهج كما وصفتهما تلوح بوادره الأول منذ عهد علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حفظت عنهم الفتوى منهم، كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالة
ثم ازدادت وضوحا عند علماء التابعين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والشعبي وقتادة السدوسي وإبراهيم النخعي، ثم اتسع الأمر واستعلن عند جلة الفقهاء والمحدثين من بعدهم كمالك بن أنس وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي، ثم استقر تدوين الكتب فصار نهجا مستقيما وكالشمس المشرقة نورا مستفيضا عند الكاتبين جميعا منذ سيبويه والفراء وابن سلام الجمحي والجاحظ وأبي العباس المبرد وابن قتيبة وأبي الحسن الأشعري والقاضي عبد الجبار المعتزلي والآمدي وعبد القاهر الجرجاني وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد الفقيه وحفيده ابن رشد الفقيه الفيلسوف وابن سينا والبيروني وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وآلاف مؤلفة لا تحصى حتى تنتهي إلى السيوطي والشوكاني والزبيدي وعبد القادر البغدادي في القرن الحادي عشر الهجري، سنة متبعة ودرب مطروق في ثقافة متكاملة متماسكة راسخة الجذور ظلت تنمو وتتسع وتستولي على كل معرفة متاحة أو مستخرجة بسلطان لسانها العربي، لم تفقد قط سيطرتها على النهج المستبين مع اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب حتى اكتملت اكتمالا مذهلا في كل علم وفن، وكان المرجو والمعقول أن يستمر نموها واكتمالها وازدهارها في حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا ثابتا إلى هذا اليوم، لولا ولكن صرنا وحسرتاه إلى أن نقول مع العرجي الشاعر: كان شيئا كان ثم انقضى. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفقرة العاشرة يبين لك أن هذا المنهج الذي اتبعه في قراءاته وفي كتابته كما سبق أن أشار إلى هذا، هذا منهج ليس مبتدعا ليس بدعا، وإنما هذا المنهج وجده الشيخ رحمه الله تعالى مطبقا عند سلفنا الصالح، واستدل بهذا على ما ذكره عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز أو في كتابه الرسالة الشافية. وهنا بعد أن ذكر لك شطري المنهج أو أصول هذا المنهج يقول لك أنه إنه وجد أصول هذا المنهج مطبقة عند علماء هذه الأمة من لدن النبي صلى الله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهاء بابن تيمية وابن وتلميذه ابن قيم الجوزية. ويفترض أن هذا المنهج يعني هذا المنهج اتسع واكتمل وازداد اتساعا واكتمالا على مر العصور والأيام، ويفترض أن يكون على هذه الحال لولا ما دبره لنا الغرب الصليبي من سطو على هذه الحضارة عن طريق الغزو العسكري والغزو الفكري حتى صارت الحياة الأدبية حياة فاسدة، وبدأت الكفة تنعكس، بدأ هو يعلو ونحن ننزل. لولا هذا لصرنا اليوم كما كنا أمس. لكن الشيخ في النهاية بيقول: وكان المرجو والمعقول أن يستمر نموها واكتمالها وازدهارها في حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا ثابتا إلى هذا اليوم، لولا ولكن صرنا وحسرتاه إلى أن نقول مع العرجي الشاعر: كان شيئا كان ثم انقضى. إذن الشيخ حاصل الكلام إن الشيخ بيقول إن أصول المنهج بشطريه المادة والتطبيق كانت مطبقة عند علماء هذه الأمة من الصحابة إلى وقتنا الحالي أو إلى زمان ابن تيمية. أما في وقتنا الحالي فحدث ما حدث من انتشار للحياة الأدبية الفاسدة ومن ضياع لهذا المنهج. لو بدأنا في الفقرة الحادية عشرة من الممكن أن تقام الصلاة ولا ننتهي، وأنا لا أحب هذا.
شاء الله نبدأ منها في المرة القادمة إن شاء الله، ونخصص المرة القادمة لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا مع الاختبار. يبقى إن شاء الله المرة القادمة نختبر في علوم القرآن قبل العصر، وبعد صلاة العصر إن شاء الله نبدأ في هذه الرسالة إلى ما شاء الله إلى المغرب. الحمد لله رب العالمين.